بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عارفين ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج الكي الاساسي، الحجر الاساسي المبني عليه فكرة الاوبجكت اورينتيشن، او تحويل كل حاجة او التعامل مع كل شيء على انه اوبجكت. طبعا الجافا سكريبت البنية الاساسية بتاعتها وطريقة تعاملها اصلا مع كل الداتا تايبس بتاعتها بشكل عام، تم التعامل معاهم على انهم اوبجكت. الفانكشن عبارة عن اوبجكت، الاري عبارة عن اوبجكت، الاوبجكت اللي عندك، حتى الحاجات التانية بتاعتك بيتم التعامل معاها، حتى البريمتيف داتا تايبس اثناء الران تايب كده على انها اوبجكت، بتعمل لها انكابسوليشن كده وتتعامل معاها على انها اوبجكت. فطيب دي الطريقة اللي احنا اتعلمناها او اللي احنا عارفينها في الكريت للاوبجكت. ممكن اقول له let employee، وبعد كده اقول له ها انا عندي ايه، انا هكريت اوبجكت، فبفتح قوس الاوبجكت وبقفله، وعندي بروبرتي والكي بتاعتها والفاليو بتاعتها، وادي الكي، ادي البروبرتي والفاليو بتاعتها، وادي بروبرتي اسمها ايج والفاليو بتاعتها، وادي السالري برضو الفاليو بتاعته. ممتاز جدا. بعد كده عندي ميثود اسمها جيت فول نيم، جيت فول نيم، وبعد كده بقول له فانكشن وبقول له كونسول دوت لوك نيم از فيرست نيم، وذس دوت فيرست نيم، وذس دوت ايه لاست نيم. قلنا ذس هتعود على مين؟ على الاوبجكت اللي هي جواه، والاوبجكت اللي هو جواه اللي هو امبلوي بتاعنا. تعالى كده نقول له لوج للامبلوي بشكل عام، نعمل هنا ريلود اهو، فراح قال لك ده الامبلوي بتاعك، وادي العناصر الموجوده جوه الامبلوي، عندي ايج، عندي فيرست نيم، عندي الجيت فول نيم، عندي لاست نيم، عندي سالري. حلو. بعد كده عندي حاجه اسمها بروتوتايب. ايه بروتوتايب ده؟ بروتوتايب ده بيحقق مبدا اسمه الوراثه، هنشوفه بعد شويه ان شاء الله. لما نيجي نتكلم عن الوراثه هنيجي نرجع نتكلم عن البروتوتايب والبروتوتايبال انهيرتنس، هنتكلم عنه ان شاء الله باستفاضه، ونتكلم في اللي موجود. يعني في حاجات كتيره جدا الاوبجكت بتاعنا ده بورثها، ما تشغلش بالك بيها خالص، ومش محتاجين نشغل بالنا بيها. لما نيجي نتكلم عنها ان شاء الله هنتكلم عنها باستفاضه ونفهم هو جاي منين. طب ممتاز جدا، ده الامبلي. الاوبجكت بتاعي اعرف اضيف عليه، انا بحاول ريفريش معاك كده الكلام عن الاوبجكت، فركز معايا الله يبارك لك عشان اللي جاي هيتبني على الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. عندي دلوقتي ان احنا نقدر نكرييت الاوبجكت. طب ممكن اكريت او اكسس اليمنت من جوه الاوبجكت؟ اه. فباجي اقول له اليمنت دوت مثلا فيرست نيم مثلا، لو انا قلت له كده هيعمل ايه؟ هيجيب لي الفيرست نيم وعلي عليه اهو بالشكل ده. ماشي، تعالى نكبر كده الكونسول بتاعنا اهو، ادي علي. طيب ممكن اقول له الايج مثلا، الايج عادي جدا. طب ممكن اقول له جيت فول نيم؟ اه ممكن اقول له جيت فول نيم. طب لو عملت له هيرجع لي الفانكشن نفسها. طب اعمل ايه؟ انا عاوز ارن الفانكشن، يبقى لازم اكول الفانكشن، كول الفانكشن من كولها كده، لازم نحط ايه الجيت فول نيم، هقول له امبلوي دوت جيت فول نيم، وادي دي عباره عن فانكشن بيقول انكوت ايرور ذس از نوت. اسف جدا، في حاجه اسمها ذس هنا غلط مكتوبه بالبي اتش بي، معلش اسف. قال لي نيم از علي، وقال لي انديفند، لان الفانكشن دي ما بترجعش حاجه، فراح كاتب لي ايه امبيفايد. طب ممتاز جدا جدا، يبقى كده عرفنا ازاي نكريت الاوبجكت بتاعنا، وكمان ازاي ناكسس عنصر من جوه الاوبجكت. هل انا اقدر اضيف بروبرتي للاوبجكت؟ الجافا سكريبت زي ما بتقول لك والله انك تكريت الاوبجكت بشكل ده، بتقول لك والله انت تقدر تضيف بروبرتي جوه الاوبجكت. قلنا الاوبجكت ده بيكون من حاجتين، البروبرتيز والميثودز، اوعى تنسى الجزئيه دي. فممكن اقول له مثلا امبلوي، واجي اقول له هنا دوت مثلا از اون بورد مثلا، في البورد بتاعنا شغال يعني ولا مش شغال مثلا، بيساوي ترو. لو جيت هنا اقول له هنا بدل جيت فول نيم، امسح جيت فول نيم واقول له هات لي الامبلوي كده، بص ركز، الاقي الاوبجكت بتاعي هلاقي فيه كلمه از امبورت، والقيمه بتاعتها بقت ايه؟ ترو، بالشكل اللي انت شفته ده. طيب ممتاز جدا جدا. طيب الطريقه اللي انا كريت بيها الاوبجكت دي، ركز بس معلش الله يبارك لك، كوني اقول امبلوي بيساوي اوبجكت بالشكل ده، افتح القوسين بتوع الاوبجكت، يعني كوني اقول هنا كونست، بعد كده اقول له يوزر بيساوي، وافتح القوسين دي، الطريقه دي اسمها اوبجكت ليترال، اسمها ايه؟ اوبجكت ليترال. يبقى انت شغال بالحاجه وعارفها، ادي المسمى بتاعها. عشان اكريت اوبجكت بالطريقه دي يبقى بكري الطريقه دي اسمها الاوبجكت ايه؟ اوبجكت ليترال. طب ممتاز جدا جدا، اتكلمنا دلوقتي عن كريت اوبجكت والاكسس لاليمنت، عاوزين نتكلم عن نستد اوبجكت. ايه رايك الامبلوي ده يكون له ادرس؟ اقول له ادرس، بس بصراحه الادرس هو ملوش ادرس واحد، الراجل عنده اكتر من مكان بيقعد فيه، عنده بيقعد في البلد، وبيقعد في والله بيسافر، بيقعد في المانيا، وبيقعد مثلا في القاهره مثلا، وات ايفر يعني، له اكتر من ادرس. فممكن يبقى اوبجكت تاني، يبقى نست، بنسميه كده نستد اوبجكت، يبقى اوبجكت جوه الاوبجكت. فاجي هنا اقول له ادرس 1 بيساوي ادرس 1، او خلينا نقول له كده كايرو يا سيدي مثلا، الراجل كده وراجل يعني متريش. بعد كده ادرس ها 2 هقول له هنا بيساوي جيرماني، راجل قاعد في المانيا. وبعد كده ادرس 3 اني بليس، مش كده للتوضيح مش اكتر يعني، اني بليس مش بلاس بليس.
حلو حلو جدا وزي الفل. لو انا جيت هنا شفت، وانا طبعا عامل كونسول دوت لوج لمين؟ للامبلي. لو جيت هنا فتحت هلاقي في عندي حاجه اسمها ها ادرس فوق اهي، جواها ادرس 1 وادرس 2. طب انا عاوز اكسس ادرس 2، اوصل لادرس 2 ازاي؟ اجي اقول لك هنا امبلي دوت ادرس دوت ادرس 2 بالشكل ده عشان اقدر اجيب ادرس 2. ها بعمل ايه بقى؟ في عندي نستد اوبجكت، البروبرتي بتاعتي عباره عن اوبجكت، فبترجع لي اوبجكت. طب والاوبجكت عشان اكسس حاجه من جواه بكتب دوت عشان اوصل للحاجه الداخليه. دي فكره النستد اوبجكت. طبعا ممكن يبقى اري، مش بس يبقى اوبجكت، ممكن تبقى فانكشنز زي ما انت شايف كده براحتك. يعني الاوبجكت تقدر تحط فيه كل الداتا تايبس اللي موجوده عندك في الجافا سكريبت. طيب ممتاز كده، تعال نشوف فكره الديليت بروبرتي. انا ممكن اجي هنا، مش انا ضفت الامبورت وبقت موجوده عندي، تعالى كده بدل ما اقول له ادرس ده هنرجع تاني لمين؟ للامبلي. اهو ادي الامبلي. تعالى ما تيجي نتكلم في الراجل الطيب ده، اقول له نيم بس كده، معلش اقول له نيم علاء، واقول له ايميل عشان نجدد بس، علاء ات جيميل دوت كوم بالشكل ده. سيبك بقى من الامبلي وخلينا نروح لليوزر. ادي اليوزر جوه نيم علاء وجوه ايميل كاس. انا عاوز امسح بقى النيم ده، ينفع؟ اه قال لك ينفع. تقول له ديليت وتيجي تقول له نيم دوت ايه بقى؟ انت عاوز تمسح ايه بالظبط؟ عاوز والله معلش اسف ديليت اليوزر دوت نيم بالشكل ده. تعالى كده نشوف يوزر، هلاقي فيها ايميل بس. طب والنيم اتمسح خلاص، انا بقدر امسح العنصر. نقطه ثانيه، فكره ان انا اكسس العنصر، ممكن اكسس يعني اجيب العنصر، اتحكم في العنصر يعني او اتعامل معاه. ممكن اجيبها، احنا بنقول له يوزر دوت نيم بالشكل ده. وفي طريقه ثانيه ان انا اقول له يوزر اوف اسم الكي بتاعك نيم، فراح برضو قال لي علاء عادي جدا. يعني بتقدر تاكسسها كده وتقدر تاكسسها كده براحتك، دي معاك ودي معاك. طبعا لو جيت عملت كده يقول لي ايه undefined. ليه؟ لان النيم اتمسح خلاص. فجي وطبعا الكود بيمشي لاين باي لاين، سطر سطر كده، انتربريتر بيعدي كده سطر سطر عشان ينفذ الكود بتاعك. طيب ممتاز جدا، يبقى احنا كده اتكلمنا على الديليت. طيب عاوزين نلوب على اوبجكت معين، وليكن يوزر اهو، همسح كلمه الديليت دي وعاوز اجيب علاء واجيب الايميل واطبعهم بشكل دايناميك جوه فور لوب. اه في عندي فور، عندي حاجه اسمها فور ان، وهاجي اقول له ليت كي ان الاوبجكت بتاعي اسمه يوزر، بقول له فور ليت الكي بيعود على الكي اللي انا هلوب عليه، وبعد كده ان مين الاوبجكت؟ الاوبجكت بتاع يوزر. تعالى كده اقول له لوج المين للكي بس الاول، هتشوف كده هيروح طابع لي النيم ويطابع لي الايميل. طيب انا عاوز اطبع اصلا الكي ده جواه ايه والايميل ده جواه ايه، فهتيجي هنا تقول له يوزر اوف الكي، بقت سهله، علاء وعلاء جيميل دوت كوم. ليه بتشرح لنا ده؟ اقول لك زي ما الجافا سكريبت مدياك اكسس ان انت تتحكم في الاوبجكت بالشكل الكامل ده، زي ما مدياك اكسس برضو ان انت تمنع التحكم فيه، يعني ما تخليش النيم ده يتغير نهائي او الفيرست نيم ده يتغير ولا الفيرست نيم ده توصل له اصلا. يعني ممكن ما توصلوش واحنا باللوب هنا نخلي النيم ده ما نوصلوش. هنعرف الكلام ده ان شاء الله في الفيديوهات الجايه الخاصه بالاو بي او بالجافا سكريبت ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.